سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم، والتي سنخصصها لمناقشة والحديث عن الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وأبرز المنجزات التي تحققت طيلة 3 عقود، وكيف ظل هذا المؤتمر الشعبي العام صامدا أمام محاولة تفتيته خلال الفترة الماضية ومنذ فوضى العام 2011. ولكن البداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة الدكتور عبد الوهاب محمود. وكالة 2 ديسمبر أوردت العناوين التالية: الوكيل الإنساني جريفيث محامي الدفاع عن جرائم الحوثيين. القطاع الصحي في مناطق الحوثيين إقطاعية فساد وسلالة. اليونيسيف لمجلس الأمن: ملايين الأطفال اليمنيين في خطر. أمانة التعاون الخليجي توافق على دعم 3 قطاعات حيوية في اليمن. الساحل الغربي أورد الآتي: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن حرب الذي حول أموالا كبيرة للحوثيين. مارتن جريفيث: مقتل وجرح 1200 شخص في اليمن خلال العام الجاري. مجلس الأمن: جمود العملية السياسية في اليمن وتحذير من عزل مأرب. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: قبيلة مراد، مبادرة الحوثي إعلان حرب جديدة ومحاولات مخادعة للسيطرة على منابع النفط والغاز. الأمم المتحدة: الحوثيون يرفضون التعاطي مع خطة النقاط 4 ويعيقون تدفق إمدادات الوقود. أبين، أبناء مودية يدعون إلى تظاهرة حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع وارتفاع الأسعار. أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة الدكتور عبد الوهاب محمود. في موقع نيوز يمن نقرأ: وزارة الصحة تواجه أزمة في توفير لقاحات كورونا بسبب كوفاكس. تسرب كبير لطلاب المدارس في مناطق تحت سيطرة الذراع الإيرانية. من تركيا وبقيادة حميد، ترتيبات لإشهار كيان سياسي موجه ضد التحالف. موقع عدن الغط والعنا بالعناوين التالية: الكشف عن موعد استلام مهام المبعوث الأممي الجديد لليمن. السعدي: الحوثيون يستخدمون الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة. منظمة ميون تدعو الحوثيين إلى التوقف عن تجنيد الأطفال وجميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم. مسؤولة أمريكية تدعو لممارسة ضغوط لوقف إطلاق النار في اليمن. في صحيفة الشارع نطالع: اليمن، التماس الرعاية الصحية في مدينة يقسمها خط المواجهة. ملخص لأهم الإحاطات المقدمة في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأوضاع في اليمن. أمريكا تعرض 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله اللبناني متورط بدعم الحوثيين. من الصحف العربية الشرق الأوسط: مسؤول يمني، الحوثيون يستخدمون الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة. وأخيرا من موقع الحدث الإخباري: إصابة أحد سكان الحديدة بجروح خطرة على يد قناص حوثي. التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه 5 مشيط. حكومة اليمن: ندعم جروندبرغ واستئناف العملية السياسية. المؤتمر: العمل السياسي من الأمان إلى الواقع المعاش. تحت هذا العنوان أورد الشيخ فهد الشوش مقالا كتب فيه:
بمناسبة الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يسرني أن أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الفارقة في حياة شعبنا، والتي نقلت النضال الوطني والعمل السياسي اليمني من أماني وطموحات إلى واقع معاش وتحقيق عملي لأهداف ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وعلى رأسها تحقيق الوحدة اليمنية واستخراج الثروات المعدنية وتأسيس الديمقراطية وتطبيقها والاهتمام بالمرأة والرفع من شأنها وآلاف المشاريع والإنجازات التنموية الكبرى التي لا يتسع المجال لذكرها. سيظل المؤتمر حزب الأحزاب النابع من تربة الأرض اليمنية دون تأثر ولا تقليد بالشرق أو الغرب، بل لمصلحة وحاجة يمنية خالصة بفكر وعقول وأيادي يمنية مستنيرة، وقد ساهم في إنشاء كل أبناء الشعب وجرى على دليله النظري استفتاء شعبي عام ليمتاز بجمع كل الأطياف السياسية والفكرية في إطار سياسي جامع متفق عليه من الجميع، ولذلك امتاز بالوسطية والاعتدال وقبول الآخر منذ البداية كجزء أساسي من بنيته وتكوينه. وسيبقى المؤتمر بدليله النظري وبرنامجه السياسي وبمسيرته العظيمة الحافلة بالإنجازات وبأعضائه الأوفياء المخلصين أمل الشعب والحامل المخلص لأحلامه وطموحاته ولمستقبل أفضل. رحم الله الزعيم المؤسس الشهيد علي عبد الله الصالح والأمين الوفي الشهيد عارف عوض الزوكا وكل شهداء الوطن، وتحية صادقة لقيادة التنظيم وعلى رأسها الوالد الأستاذ صادق أمين أبو راس والأخ السفير أحمد علي عبد الله الصالح وكل الأمناء العامين وأعضاء اللجنة العامة والدائمة وكل أعضاء الهيئات الوزارية والنيابية والشوروية والمحلية ورؤساء الفروع في المحافظات والدوائر والمديريات والمراكز الانتخابية وكل قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار مؤتمر الأوفياء في الداخل والخارج، وكل عام وأنتم ووطننا وشعبنا بخير وسلام. قبل 39 عاما تأسس المؤتمر الشعبي العام بعقول يمنية بحتة ليؤسس فكرا شعبيا وميثاقا وطنيا ينسجم مع قيم وعادات المجتمع اليمني، مساهما في لملمة الشتات الجغرافي بإعادة تحقيق الوحدة الوطنية، إذانا بتحرك عجلة التنمية في مختلف المجالات وتكريس التجربة الديمقراطية المتفردة في المنطقة. وللحديث عن الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، أرحب بضيفي من القاهرة طارق الحداد رئيس تحرير وكالة خبر. أستاذ طارق، مرحبا بك وكل عام وأنت والمؤتمريين بألف خير. وكل عام وأنت وجميع السادة المشاهدون وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وقياداته وجماهيره وأنصاره بألف خير وصحة وسلامة. كما هي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف، وقبل النقاش نتوقف عند هذا الفاصل القصير. أستاذ طارق، ونحن اليوم نتحدث عن تأسيس المؤتمر الشعبي العام، الكثير من المنجزات تحققت خلال 3 عقود. من باب الذكرى ولأن الذكرى تنفع المؤمنين، نود من خلالك الحديث عن أبرز المنجزات التي تحققت في فترة حكم المؤتمر الشعبي العام. بداية السلام عليكم ورحمة الله. ما تحقق في عهد المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه تاريخ وطني ما تحمله الكلمة من معنى. في ظل المؤتمر الشعبي العام تم استخراج واستكشاف النفط، البنية التحتية وما تم قيامها الطرقات، تحقيق الوحدة والذي يعتبر أهم منجز في تاريخ الجمهورية اليمنية. لا يسعنا الحديث عن منجزات المؤتمر الشعبي العام، فالمنجزات التاريخ والشواهد تحكي عنها، فأين كانت اليمن قبل العام 2011 وأين أصبحنا اليوم. في ظل المؤتمر الشعبي العام كان المواطن اليمني حقوقه مصانة في الداخل أو في الخارج، كان المواطن اليمني كافة حقوقه وحرياته، استلم مرتباته شهريا، التأمين الصحي والتأمين الطبي والحماية الأمنية والحقوق والحريات. وأين أصبح الآن المواطن اليمني في ظل هذه العصابات التي تحكم اليمن؟ المؤتمر الشعبي العام هو حزب حجم وطن. المؤتمر الشعبي العام تم تأسيسه من رحم الجمهورية اليمنية، لم يأتي من فكر دخيل سواء خارجي أو يحمل أي أفكار دخيلة من الخارج. المؤتمر الشعبي العام تم تأسيسه بعقول يمنية وبرؤية يمنية وميثاق وطني واضح وصريح على الحفاظ على الجمهورية اليمنية والسيادة الوطنية والوحدة ورعاية حقوق المواطنين وسيادة الوطن قبل كل شيء.
لا, لا لا سألنا الحديث فقط عن منجزات المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام كما أخبرتك أنه حزب حق وطن ولا يمكن إنكار ذلك، ومهما كانت المحاولات من البعض للحديث عن تفكك المؤتمر الشعبي العام أو تقسيمه أو محاولات اكتثاثه فهذه مجرد أوهام وهراءات في عقول الباغضون والحاسدون. نعم، عموما للمزيد من النقاش أرحب بضيفي عبر الهاتف الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر في محافظة حجة. شيخ فهد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. شيخ فهد، كان لك مقال استمعنا له بعد عناوين الصحف، وأود من خلالك الحديث حول الذي ميز المؤتمر الشعبي العام عن بقية الحركات والأحزاب السياسية. يعني كما نعلم أنه في النصف الثاني من القرن العشرين كان هناك الكثير من الأحزاب يعني ذات التوجه الرأسمالي أو القومي، وأيضا أحزاب وجماعات الإسلام السياسي. بماذا تفرد المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس في 24 من أغسطس عام 1982؟ أولا اسمح لي أن أتقدم بهذه المناسبة الغالية والفارقة في حياة شعبنا بالتهنئة لكل أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج الذي شكلوا بوحدتهم وبولائهم ووفائهم وإخلاصهم لتنظيمهم ووطنهم الغالي طمام أمان كبير يصعب تجاوزه مهما تكلب الأعداء عليه. والذي ميز المؤتمر الشعبي العام عن غيره أنه أولا يمني النشأة والبناء، لم يتأثر ولم يأتي لا بتأثر فكري ولا سياسي لا من الشرق ولا من الغرب، ولم يكن تقليدا لأي حزب آخر في العالم. نشأ لحاجة يمنية بحتة، مصبوغ بالطينة اليمنية، بعقول نيرة يمنية وأيادي يمنية طاهرة من طهر هذه الأرض الطيبة المباركة. فلذلك تميزنا عن غيرنا. الشيء الآخر الذي تميز بهذا الحزب العريق أنه حزب جامع أنشأه واتفق عليه كل القوى السياسية من مختلف التيارات والألوان الفكرية والسياسية، بعثيين على اشتراكيين على قوميين على إسلاميين، وكذلك من مختلف فئات الشعب، قضاة على تجار على مزارعين على مشايخ على علماء على مفكرين على مثقفين بمختلف ألوانهم. فأتى يمنيا خالصا جسده كل اليمنيين، نشأته اليمنية. الشيء الآخر، نشأ بداية على الحوار، تم من قبل هذه الجوقة المباركة والفئة المباركة صياغة الميثاق الوطني، وتم الإضافة والتعديل عليه وإنزال اللجان الشعبية في المحافظات والمديريات للإضافة والتعديل، وبعد ذلك أعيد ليتم في صياغتها النهائية وإقرارها من قبل كل القوى السياسية، ومن ثم إنزال للاستفتاء العام الشعبي لكل أبناء الوطن بمختلف شرائحه وفئاته. فنشأ منذ البداية على الديمقراطية وعلى الحوار وعلى احتواء والانفتاح على الآخر بمختلف توجهه السياسي. لم ينشأ أي حزب أبدا إطلاقا ولا حتى في البلدان العربية الأخرى المجاورة لنا بمثل هذه النشأة المباركة القائمة منذ البدء على الحوار وعلى الاستفتاء وعلى الانفتاح على الآخر وعلى احترام كل الآراء والتوجهات السياسية والفكرية. هذا ما يميزنا عن غيرنا، هذا في بداية الإنشاء والتأسيس. ثم يأتي مرحلة الإنجاز والتنمية. عدد المؤتمر الشعبي العام إنجازات لم يحققها أي حزب. نحن وأعتذر من قول نحن، لكن هذا هو الواقع. من جسدنا أهداف الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وبدأنا بدل ما كانت أهداف وأحلام نطبقها على أرض الواقع. فتم تحقيق الوحدة اليمنية، وتم إنشاء الديمقراطية، إنشاء مجتمع ديمقراطي عادل، وتم رعاية حقوق المرأة والطفل، وتم الانفتاح على الثقافات الأخرى، وبدأنا ننطلق بالوطن وبأبنائه إلى مصاف الدول المتقدمة. وكنا ما زلنا في خضم مشروعنا وأحلامنا، فجاءت أحداث 2011 الكئيبة الكارثية. الذي أرجعت بلادنا بدل أن كنا نحلم أن نطورها للأمام، أرجعتنا إلى الخلف عشرات السنين. نعم،
أرجو أن تبقى معي شيخ فهد، وبالعودة إليك أستاذ طارق، واستمعت إلى ما تفضل به الشيخ فهد من أن المؤتمر نشأ على الحوار، نشأ على النهج الديمقراطي، والملاحظ أنه بعد فوضى العام 2011 لم يصبح الصراع من أجل الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، بل من خلال مشاريع تستدعي الماضي وما يسمى بالولاية من قبل فصيل ميليشيا الحوثي، والخلافة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. ألم يدرك الإقليم وأيضا المجتمع الدولي حقيقة أن المؤتمر ينبغي الأخذ بيده لعودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة من خلال 10 سنوات عجاف؟ بالبداية كانت المؤامرة على المؤتمر الشعبي العام وعلى اليمن بشكل عام منذ العام 2011 كانت تستهدف المؤتمر الشعبي العام والزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وكل قيادة الدولة لخشيتهم للتطور والانطلاق والازدهار والتحول النوعي والتاريخي والحضاري والتعليمي والثقافي التي شهدته اليمن. فمنذ العام 2006 وما قبلها بدأت اليمن تتحرك إلى الأمام وبنية تحتية، افتتاح عشرات الجامعات والمدارس والمصانع، الاستثمار المحلي والاستثمار الإقليمي في اليمن. فحدثت المؤامرة واستهداف الجيش الذي كان يعتبر رابع أقوى جيش في الوطن العربي، فبدأت المؤامرة تستهدف المؤتمر الشعبي العام وتستهدف النظام اليمني لتفكيك وتدمير اليمن. فأحداث الربيع العبري الذي قادته ميليشيات وعصابة الإخوان المسلمين الممولة ومدعومة كما نعلم وكل دعمنا كانت ممولة من إحدى الدول الشقيقة الصغيرة، استهدفت بداية قيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة الدولة في جامع دار الرئاسة، ومن ثم استمرت الأحداث تواليا، استهداف الضباط، اغتيالات الضباط، تفجير الطائرات العسكرية والحربية، الاغتيالات، التفجيرات، زعزعة الأمن، كل هذه الأحداث بالإضافة إلى دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء بشراكتهم مع ميليشيا الأخوان وما إلى ذلك. الآن أصبحت اليمن عبارة عن ساحة حرب. المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بعد قرابة 10 سنوات بدأ يتيقن ويتأكد بأن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوحيد الذي تمكن من قيادة اليمن في ظل أمن وأمان واستقرار ووحدة وسيادة، محافظا على حقوق الجوار، وكانت حماية الجوار من أولى أولياء حماية اليمن. فنحن الآن نعاني، والشعب في الداخل أو في الخارج، فنحن الآن نعاني من هذه الويلات، ونعاني أيضا من تماهي المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي مع هذه العصابات، سواء عصابة الإخوان أو عصابة الحوثيين. وبعد 10 سنوات نجد الآن بعض الأصوات الإقليمية والدولية تتحدث عن ضرورة عودة المؤتمر الشعبي العام. نحن نقول لهم أن المؤتمر الشعبي العام موجود، وحكاية أنه يعود المؤتمر الشعبي العام هذا الكلام، المؤتمر الشعبي العام متواجد في الداخل، متواجد في الخارج. قيادة المؤتمر الشعبي العام هي قيادات الدولة، هي من أسست دولة اليمن الحديث، هي من حافظت على الثوابت الوطنية. وهنا وعبركم أدعو الجميع، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى مراجعة كافة القرارات الكيدية التي صدرت بحق قيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة بالعقوبات المفروضة على الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح أو سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح. يعني يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مراجعة هذه القرارات الكيدية لمعرفتهم وتأكدهم بأن هذه القرارات لا تخدم سوى الدمار في اليمن. وعلى المجتمع الدولي أن يتيقن بأن الحل يكمن في إعادة المؤتمر الشعبي العام ومصالحة وطنية شاملة كما هي إعادة المؤتمر. المؤتمر حزب الوسطية، حزب الاعتدال، حزب الحوار، وندعو وكررنا ونواصل قيادة المؤتمر الشعبي العام الدعوة إلى حوار وطني وإنهاء الحرب وإعادة إعمار اليمن وكفاية لسفك الدماء. نعم. هذا هو المؤتمر الشعبي العام. نعم. بالعودة إليك شيخ فهد، وفي المقولة المشهورة ما أشبه الليلة بالبارحة، ألا ترى شيخ بأن التشابه الحاصل بين ما يجري في الوقت الراهن وبين بدايات تأسيس المؤتمر من وضع غير مستقر سياسيا، أكان في شطر الوطن الشمالي أو الجنوبي، من خلال الاغتيالات والانقلابات، يجعل المؤتمر فرس رهان حاليا من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان ومن النفق المظلم؟ كان المؤتمر الشعبي العام وما زال هو صمام أمان الوطن والإقليم، لأن المؤتمر الشعبي العام أكبر حزب ديمقراطي في الجزيرة العربية، له من الأعضاء والكوادر والمحبين العدد الكبير. والذي ألو نعم نعم تفضل
والذي يعول عليهم الشعب اليمني الخروج من هذا المأزق الذي يعيشه والذي سببوه الطائشين سياسيا والمغامرين والمراهقين سياسيا وأدخل الوطن في أتون هذا المعترك الخطير الذي ما زلنا مع الأسف نعاني ويعاني الشعب منه. وبشر الجميع أن هناك تحركات وتغيير للنظرة من قبل الإقليم ومن قبل دول العالم الحر بعد أن شاهدوا ما وصل إليه الدمار والمستقبل المنظور الذي لا يحيي أبدا بالخير. فبدأ الكثير منهم يعيد النظر تجاه المؤتمر الشعبي العام ومشروعه السياسي الرائد في هذه البقعة الهامة والخطيرة من العالم. ونأمل أيضا أن يتخلى بقية الأخوة الأعزاء زملاء العمل السياسي في بقية الأحزاب عن أحقادهم التي لم تفدهم ولم تفد الشعب ولم يتلقى الشعب منها إلا الدمار والسوء، أن يعيدوا النظر أيضا كذلك. لا صالح لنا جميعا إلا في وحدتنا، لا صالح لنا جميعا إلا في الحفاظ على مصالح الوطن العليا. وهناك جهود طيبة يقودوها قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج إن شاء الله للملمة الشتات وإعادة العمل السياسي إلى الوضع الصحيح له. بهذه المناسبة أيضا وهي القيادات وعلى رأسهم الأستاذ صادق أمين أبو راس وسعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح وكل أعضاء اللجنة العامة والدائمة والرؤساء فرع المؤتمر الشعبي العام في المديريات والدوائر والهيئات الشروية والنيابية والمحلية، وأشد على أيديهم جميعا أن يثبتوا وأن يصمدوا وأن يجعلوا عنوان المرحلة هو التلاحم والصمود للخروج بشعبنا من هذا المستنقع الخطير الذي أوقعنا فيه المغامرين سياسيا والطائشين الذين لا يروا جيدا طبيعة العمل السياسي وخطورة بعض المواقف الذي جرتنا إلى هذا المستنقع. شيخ فهد، يعني منذ فوضى العام 2011 وكما تحدث الأستاذ طارق بأنه كان هناك مخطط لإقصاء وتصفية رموز المؤتمر التاريخية، ويعني استمر هذا المخطط بدءا من تفجير جامع دار الرئاسة والنفق تحت منزل الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح وصولا إلى استشهاد الزعيم صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا، لكن من خلال يعني ما حدث في الوطن والأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطن خلال 10 سنوات، ألا ترى أن هذه المحاولة لإقصاء المؤتمر كان لها نتائج كارثية على الوطن والمواطن؟ بالتأكيد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح مؤسس المؤتمر الشعبي العام رحمة الله تغشاه والأمين العام عارف عوض الزوكا رحمة الله تغشاهم وكل شهداء الثورة الأبرار والمؤتمر الشعبي العام كانوا صمام أمان ليس للمؤتمر فقط بل للوطن ولسائر القوى الأخرى. سقينا مع قيادات كثيرة من الأحزاب من قيادات بعض الأحزاب المنصفين قالوا كنا نشعر بالأمان في وجودكم في السلطة، كنا نتكلم كيفما نريد. أحد الأخوة لا داعي في أحد الأحزاب يقول عصرنا الذهبي كان عشنا في زمن علي عبد الله صالح، إحنا نعيش الآن تراجع في كل شيء، وهذا حقيقة ليس على مستوى المؤتمر بل على مستوى كل الأحزاب وكل زملاء العمل السياسي في الساحة، لأن المؤتمر ولد استقرار ولد حرية ولد عمل ديمقراطي على النور على السطح في ظل حماية للجميع وحرية كفلت لكل حزب أن يمارس كامل حقوقها السياسية بشكل طبيعي. نعم، أرجو أن تبقى معي شيخ فهد. وبالعودة إليك أستاذ طارق، كيف تفسر هذا الزخم الجماهيري والمشاركة الشعبية الواسعة في ذكرى تأسيس المؤتمر الذكرى 39؟ هذا أمر طبيعي جدا، كافة المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج أو حتى من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام أو منهم بالأحزاب الأخرى أيقنوا وتأكدوا بكل التأكيد وبكل الثقة بأن الحل يكمن في عودة المؤتمر الشعبي العام، وأن المؤتمر الشعبي العام هو حامل المشروع السياسي والوطني لإنقاذ اليمن مما هو فيه. المؤتمر الشعبي العام هو من أسس التعددية السياسية والحزبية يعني بكل حرية. الآن الحراك الحاصل هو عبارة عن رسالة للداخل والخارج
وللإقليم وللعالم بأن الحال يكمن في المؤتمر الشعبي العام الذي هو كان الحامل الأساسي للمعادلة السياسية في اليمن وصاحب المشروع الوطني. الزخم الحاصل ما هو إلا غيظ من فيض من هو حاصل، حتى منهم في الداخل كسروا حاجز الخوف وتحدوا ميليشيا الحوثي وقاموا بالنشر، وبعضهم قاموا بعمل فعاليات مصغرة سواء في منازلهم أو في أحيائهم لإحياء ذكرى 39 المؤتمر الشعبي العام في رسالة واضحة بأن المنقذ الوحيد للوطن حاليا هو المؤتمر الشعبي العام. وعلى جميع القوى السياسية التنازل أو الابتعاد عن الخصومة، وأن لا يفجروا بالخصومة، وأن يمدوا أيديهم للسلام كما نحن نمد أيدينا إلى السلام، ونقول لهم تعالوا إلى حل سواء، تعالوا إلى طاولة الحوار لإنقاذ اليمن واستعادة العاصمة صنعاء من أيادي ميليشيا الحوثي الإيرانية، ومن ثم بعد الحوار وإجراء الانتخابات والوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. فلا يمكن أن يقبل الشعب اليمني أن تحكمه عصابة بقوة السلاح أو تفرض عليه الولاية أو الخلافة. الحل يكمن بحوار وطني يمني يمني شامل لكافة القوى السياسية المناهضة للعدوان الحوثي الإيراني لإنقاذ اليمن وإنقاذ الشعب. فالمواطنون الآن يعانون من انقطاع المرتبات، لا أمن لا أمان لا خدمات أساسية، الانهيار مريع للعملة في المناطق المحررة عبارة عن فساد ونهب في مناطق ميليشيا الحوثي، أصبح الآن الضحية من كافة الصراعات السياسية التي قام بها المغامرون السياسيون سواء من الإصلاح أو غيرهم، مخرجاتها فقط معاناة للشعب. فإنها هي قيادات من قامت في ثورة ما تسمى الربيع العبري، إنهم في الخارج ميليشيا الحوثي قياداتها البارزة في أحلت في أغلى الفلل، والمواطن اليمني هو ضحية كل هذه المؤامرة واللعبة السياسية التي حولت اليمن إلى ساحة صراع لإيديولوجيات مختلفة وتصفية صراعات لمشاريع سياسية دينية. المواطن اليمني بريء منها كل البراءة. نعم. فعلى كل القوى السياسية الآن التوحد وإيجاد حل وحوار يمني يمني لإنقاذ ما تبقى من الوطن. الوقت لم يصبح الآن، كلما يمر عام أو يوم المواطن اليمني تزداد معاناته، فإلى متى هذا الصمت؟ نعم. بالعودة إليك الشيخ فهد، ولا أريد أن أطيل عليك، سؤال أخير، يعني الجميع يتحدث عن ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن، أنتم في المؤتمر الشعبي العام مطالبون بما أنكم الحزب يعني الأكثر شعبية في البلاد بتقديم رؤية وطنية لإخراج البلد مما هو فيه. هل المؤتمر في ظل هذا الوضع الراهن وبعد استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح قادر على الخروج برؤية سياسية وطنية من أجل يعني وقف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة المواطن التي كانت على لسان الكثير من المسؤولين الأمميين آخرهم مارتن جريفيث بالأمس في ظل الحديث عن يعني 5 ملايين يمني على شفا المجاعة و20 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة؟ نعم، لدينا رؤية وطنية شاملة لتحقيق السلام لمن يريد السلام، ونعني بالسلام السلام وليس الاستسلام وليس الرضوع للمنطقة العنصرية الاستعلائي، هذا مرفوض في سياسة المؤتمر ومبادئه ومنتاجه الوطني ومعارض لأحداث الثورة اليمنية ونضالات أبناء الشعب. من يريد السلام نحن مع ذلك، لكن على كل القوى التي سعت إلى تفجير هذه المواقف وجر شعبنا إلى الحرب والدمار والمواقف المتشنجة وصبغ المنطقة بالدم أن يراجعوا أنفسهم قليلا وأن يتخلوا عن أطماعهم، وتكاتف الأيادي جميعا والقوة الحية جميعا لمواجهة العنصرية ورفضها، والعمل على التخلص من كابوس آخر العنصريات في العالم. نحن نسعى إلى وطن يمني يتساوى فيه جميع أبنائه، يتمتعوا بالمواطنة المتساوية، وأن يكون من حق أي مواطن من أي حزب كان أن يطمح إلى تولي أعلى المناصب بجدارته وبمشروعه السياسي، ليس بجيناته الوراثية وليس بالعنصرية والسلالية، هذا كلام مرفوض لن نقبله، وليس بالخروج من العباءة العربية. المؤتمر الشعبي العام حزب يمني عربي أصيل، نعم، منفتح على كل دول العالم في نطاق المصالح المشتركة والمبادئ الأممية والإنسانية المتفق عليها،
وليس في التدخل في شؤون الآخرين أو إدارة اليمن عن بعد. لن نسمح بهذا ولن يقبل أي يمني حر ويستلزم من كل القوى الحية الرافضة للعنصرية، الرافضة لعدم المساواة بيننا بين فئات الشعب اليمني، أن يتناسوا الخلافات والأحقاد وأن يوحدوا رأيهم. ونرحب بكل من يؤمن بهذه الأفكار، أن نمد أيادينا لأيادي بعض لنخرج وطننا ولنصنع مستقبل أفضل لأجيالنا، نمحي فيها الفترة الدامية من 2011 حتى الآن، ونضمن مستقبل أفضل لأولادنا. نعم، الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر في محافظة حجة وعضو اللجنة العامة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. وقبل أن نستكمل بقية فقرات البرنامج، نتوقف عند مقال للصحفي محمد بشر بعنوان المؤتمر الشعبي نهضة ومستقبل وطن. تمر علينا الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، والتي تصادف يوم 24 من أغسطس. هذا الحزب الوطني الرائد الثابت حقق لليمن إبان فترة حكمه على مدى ربع قرن من الزمن أسمى المنجزات الخالدة في التاريخ. ففي عهده شيدت الموانئ والمطارات والمدارس والجامعات والمعاهد والطرق والمنشآت الحيوية والصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإعلامية. وإليكم بعض الحقائق عن المؤتمر الشعبي العام التي يحاول العابثون والفاشلون طمسها، ولكن هيهات أن ينالوا من رصيده شيئاً. لم يعرف المواطن اليمني المدارس والجامعات والكليات إلا في عهد المؤتمر. لم تشهد اليمن بناء آلاف الكيلومترات من شبكات الطرق الأسفلتية والحصوية إلا في عهد المؤتمر. لم تشيد المدارات والموانئ على امتداد الوطن إلا في عهد المؤتمر. لم يوجد ثاني أكبر مشروع في الإقليم والوطن العربي لتصدير الغاز بالحاف إلا في عهد المؤتمر. لم تحقق الوحدة اليمنية إلا في عهد المؤتمر. لم يجد المواطن اليمني الحرية والديمقراطية والعدالة إلا في عهد المؤتمر. لم ينعم المواطن اليمني بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية إلا في عهد المؤتمر. لم تشهد اليمن الكهرباء والمياه والإنترنت إلا في عهد المؤتمر. لم يعش المغترب اليمني عزيزا كريما لم يدس له على ظرف في أي دولة إلا في عهد المؤتمر. لم يمارس المواطن اليمني التجربة الديمقراطية إلا في عهد المؤتمر. الحزب اليمني الوحيد الذي لم يقم على منطلق عقائدي أو مناطقي أو جهوي هو المؤتمر. لم يبقى معارض يمني واحد ممنوع من العودة للوطن إلا في عهد المؤتمر. سافر المواطن اليمني إلى كل دول العالم ولم يوقفه أحد بأي مضار أو منع من دخولها إلا في عهد المؤتمر. تحية لكل المؤتمريين والمؤتمريات، فهم من يعول عليهم الوطن لإعادة مجده ونهضته. الرحمة والمغفرة والخلود لروح الزعيم المؤسس الصالح علي عبد الله صالح ورفاقه الأبرار. استمعت إلى ما جاء في المقال أستاذ طارق الذي جاء بعنوان المؤتمر الشعبي نهضة ومستقبل وطن، لكن يبدو أن هذه النهضة يعني قد قضت عليها الكثير من مشاريع الدمار والخراب خلال 10 سنوات منذ فوضى العام 2011. هل ما يزال المؤتمر أستاذ طارق يعني حجر الزاوية في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار؟ المؤتمر الشعبي العام كما أخبرتك سالفا هو حزب حق وطن، لا يمكن لأحد أن يحاول أن يكتث المؤتمر الشعبي العام أو يمنعه من استمرارية مسؤوليته تجاه اليمن، وأنه الحامل السياسي الوحيد لإعادة بناء اليمن واستقراره. والكل أصبح الآن يعني نتحدث الآن حتى خصوم المؤتمر الشعبي العام ومن خرج ضد المؤتمر الشعبي العام في العام 2011 الآن يعضون أصابع الندم على فعلتهم النكراء وخروجهم ضد المؤتمر الشعبي العام. ولو تابعت حتى في وسائل التواصل خلال اليومين الماضيين حتى قيادات من أحزاب أخرى شاركت المؤتمريين في فعالية التأسيس وهنأتهم واحتفلت معنا بذكرى التأسيس في رسالة واضحة بأن الحل يكمن الآن في يد المؤتمر الشعبي العام وقيادة المؤتمر الشعبي العام. وهناك حراك مؤتمري خلال الفترة الجارية لإعادة إحياء توحيد صفوف المؤتمر الشعبي العام سواء في الداخل أو في الخارج، وتواصلت مع الدول الإقليمية والدولية لإعادة دور المؤتمر الشعبي العام إلى الواقع.
أستاذ طارق، سؤال أخير. أنت كنت قد تحدثت قبل المقال عن العقوبات الكيدية والظالمة على أسرة الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح والسفير أحمد علي عبد الله صالح. أيضا في تصريح أخير لوزير الخارجية قال بأنهم قد تقدموا بملف للأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات. هل ترى أن المؤشرات توحي بأن مسلسل العقوبات الكيدية والظالمة قد وصل إلى حلقته الأخيرة؟ مع احترامي العزيز لك وللتصريح الذي نسب إلى وزير الخارجية، التصريح لم يكن رسمي ولم ينشر في أي وسيلة رسمية، والمضحك في تصريح ما يسمى بوزير الخارجية. أستاذ طارق، جاء على يعني لسان الكثير من الإعلاميين الذين أجروا مقابلات صحفية من ضمنهم سام الغباري. لكن أخي العزيز، لا يوجد أي تصريح رسمي في أي وسيلة رسمية، ولو حتى قرأت ما نسب لوزير الخارجية قال بأنه لا توجد، لم تحدث في العالم أن يتم رفع عقوبات مذيلة، بأن رئيس الجمهورية قام ببعث برقية تعزية للسفير أحمد علي عبد الله صالح بتعزيته بوالده، وقد بحسب ما ذكر وزير الخارجية، وأنه تم الرفع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي مذيلة بأن رئيس الجمهورية قام برفع تعزية. لا، هذا الكلام لا يدخل عقل. ما علاقة أن الرئيس يبعث برقية تعزية للسفير ويقول، والوزير الخارجي يقول احنا ابلغنا الامم المتحده نحن قد قمنا بتعزيه السفير فرفع عنه العقوبات؟ هذه مجرد هرطقات اعلاميه وبروباغندا لتلميع او رساله يعني ليس لها اي مصدر، يعني تعتبر معلومه مجهوله النسب. لماذا لم يخرج هذا التصريح بشكل رسمي وعبر الوسائل الرسمية والقنوات الرسمية ورسالة رسمية واضحة يتم تداولها في وسائل الإعلام الرسمي يصرح بها ناطق الحكومة أو وزير الإعلام أو حتى رئيس الوزراء؟ فقط كان التصريح عبارة عن مقال نسب لسام الغباري أثناء لقائه بوزير الخارجية، فأين هي المصدر الرسمي وأين هي حقيقة هذه المطالبة برفع العقوبات؟ إذا كان نفسه اعترف قال قدمنا طلب رفع العقوبات مذيلة ببرقية التعزية من الرئيس هادي إلى السفير أحمد علي عبد الله صالح، هذه أضحوكة. نعم، لا يوجد في العالم كله رفع عقوبات احنا قد عزينا، هذا الكلام لا يدخل الرأس. أستاذ طارق، يعني بما أنه أدركنا وقت البرنامج سؤال، ولكن أود منك إجابة على عجالة. هل استمرار العقوبات يعكس استهداف المؤتمر الشعبي العام وأيضا الاستمرار في عملية الإقصاء من قبل الحكومة المعترف بها دوليا؟ هذا بكل تأكيد، استمرار العقوبات هو عبارة عن استمرار فرض العقوبات على الشعب اليمني، كون الحكومة المعترف بها دوليا تدرك أن رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح وعن نقله السفير أحمد علي عبد الله صالح والتقارب المؤتمري وإعادة دور المؤتمر الشعبي العام سوف يقضي على المشاريع التخريبية الممولة من قطر ومن إيران، وسوف تفسد كل المؤامرات الإخوان التي الآن جارية في اليمن. نعم، وضحت الفكرة. الأستاذ طارق الحداد، رئيس تحرير وكالة خبر، أشكرك جزيل الشكر على هذا الطرح، والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.